بوصلة أي تعديل يتعلق بالتنظيم الدستوري هي وجود مؤسسات قوية ومتوازنة وديمقراطية تستطيع إنجاز مسؤولياتها بكفاءة دون المساس بالضمانات الأساسية التي كفلها الدستور للوطن والمواطن. كلمات هي لسان حال الكثيرين من أعضاء البرلمان حول نقاشات التعديلات الدستورية المطروحة. الدستور كما تعلمون جميعا هو الوثيقة الكبرى والأهم، وهو القانون الأساسي في الدولة. ولقد حدد الدستور المصري وسائل تعديله، ورسمت اللائحة الداخلية للمجلس الإجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن. ومؤدى أن يقوم الدستور بتحديد هذه الإجراءات، فهذا يعني أنه وثيقة قابلة للتعديل، بل يعني أيضا أنه يجب أن تواكب التغيير الذي يحدث في المجتمع، وأن تستجيب هذه الوثيقة أيضا لمتطلبات التطور كلما كان ذلك ضروريا ومطلوبا. ولا شك أنكم جميعا تعلمون أن الظروف الدقيقة التي وضع فيها دستور 2014، وقد شرعت أن أكون أحد أعضاء لجنة العشرة التي وضعت هذا الدستور في مسودته الأولى، والتي كانت أساسا للمناقشة في لجنة الخمسين. وأتذكر جيدا، ويتذكر معي كل الذين شاركوا سواء في لجنة العشرة أو في لجنة الخمسين، حالة الشد والجذب التي صاحبت أعمال وضع الدستور، حيث كانت البلاد في مأزق خطير، ولولا حفظ الله وإخلاص الرجال لكانت الآن في وضع آخر. ولقد فرضت الضرورة أحكامها على صياغة نصوص الدستور، والحمد لله فقد عبرت مصر هذه المرحلة الحرجة والدقيقة بإخلاص الرجال وإيمان المصريين ووعيهم وحبهم لبلدهم. ولعل من ينظر حوله الآن يدرك تماما هذه الحقيقة بجلاء ووضوح. وكما تعلمون إن بناء الدول في المرحلة الانتقالية يقتضي العمل على تثبيت أولاً أركان الدولة وحفظ المؤسسات، والعمل على استقرارها ودعمها، وهو ما تحقق بفضل من الله عز وجل. ولا أريد أن أستعرض معكم الإحصائيات في الدول الأخرى وكم مرة قامت بتعديل دساتيرها حتى بعد فترات وجيزة جدا من وضعها، وليس في ذلك أي غضاضة، بل يجب دوما النظر إلى الدستور على أنه وما كما قالت عنه المحكمة الدستورية العليا وبحق، أنه وثيقة تقدمية نابضة بالحياة لا تكف أبدا عن أوجه التطور والتقدم. التعديلات المقترحة لاقت موافقة من عدد كبير من أعضاء البرلمان، مؤكدين أنها تدعم عملية بناء الدولة المصرية الحديثة، بينما رأى آخرون أنها ليست في صالح المسار الديمقراطي في مصر. هذه التعديلات ليست بدعة مصرية، بل هي تعديلات تتم في كل الدول من جوارنا، ولا أريد أن أذكر دول بأسمائها،
لكن هذه التعديلات تنقل مصر إلى مرحلة الاستقرار، مرحلة التنمية. وافق على هذه التعديلات من حيث مبدأ سيادة الرئيس. ما نقوم به الآن في مجلس النواب قولا واحدا هو باطل دستوريا، هذا استنادا إلى موضعين في المادة 226 وليس موضعا واحدا. هذا لأنه ليس من حق هذا البرلمان أن يعدل المواد المتعلقة بانتخابات الرئاسة أو بمبادئ الحقوق أو الحريات أو المساواة إلا لمزيد من الضمانات، ثم أنه ليس أيضا من حق مجلس النواب إلا أن يعدل لا أن يستحدث مادة جديدة تخالف كل الأعراف القانونية وحتى اللائحية لأنها تفقد صفة العموم والتجرد. هذه التعديلات لمصر وليست للرئيس، هذه التعديلات للدولة المصرية، ولا توجد نصوص دستورية أبدية، هذه التعديلات للمستقبل الذي نريده كلنا. احنا النهاردة بنتكلم على تعديلات دستورية من وجهة نظر البعض، لكن من وجهة نظرنا هي بتخالف صحيح الدستور، بتخالف إرادة المصريين في الشارع، بتخالف إرادة الناس اللي نزلت في 25 يناير وفي 30 يونيو. أنا في الحقيقة يا رئيس كنت أتمنى إن أنا أوافق على تعديلات أشوفها بتحقق أو بتتخطش بمصر بعقب للأمام، لكن هذه التعديلات تنصف المسار الديمقراطي اللي كلنا نعمل إن هو يستمر. أنا أعلن موافقتي على التعديلات، والحقيقة سيادة الرئيس يمكن التعديلات دي خلتنا نراجع قراءة الدستور مرة واثنين وتلاتة عشان نتأكد من أن هذا الدستور الذي وضع في ظروف معينة جميعنا نعلمها، هذا الدستور سيادة الرئيس لما توضع في 2014 كان الشعب بيختار بين الدولة واللا دولة، ولكن بعد اكتمال المؤسسات الوطنية منها مجلس النواب ومنها أن يكون هناك رئيس جمهورية وأن تكون هناك وزارة، وأصبحت الدولة تسير بسرعة وبشكل يشهد به الجميع، أصبح هذا الدستور معطلا للدولة المصرية. بغض النظر عن عدم موافقتي وحزبي على هذه التعديلات إلا المنقوصة، إلا أنني أحترم رأي زملائي بالأغلبية، وسنعمل يدا بيد على إيصال وتوصيل التعديلات في حال الموافقة عليها إلى أفضل صورة مهما تكون. أؤكد أن من واقع ومن نابع المسؤولية والعهد أنه واجبا علينا كنواب للشعب، بعد أن استطعنا جميعا، استطاع المصريون أن يستردوا دولتهم، واستطاع المصريون أن يجمعوا مقومات البناء والتنمية، آن الأوان أن يخطو المصريون أيضا نحو مواجهة التحديثات اللازمة في الدستور. ورغم اختلاف وجهات النظر وتأرجح مقترح التعديلات الدستورية بين التأييد والمعارضة، إلا أن الجميع يرى أن السيد وصاحب القرار هو الشعب المصري من خلال الاستفتاء الشعبي على هذه التعديلات في حال موافقة البرلمان عليها. عمرو عبد العزيز، النيل.